احنا لو احنا بنيجي نتكلم ايه المطلوب لتحسين السوق، اكيد احنا يمكن البورصه المصريه كده كده بصدد ادخال منتجات جديده، يعني اولهم شورت سيلينج، وراها الفيوتشرز، وراها الدريفيتيفز. كان يمكن الكلام ده كان المفروض يتم في 2018 بس يمكن ما حصلش نصيب، انما اعتقد ده هينزل خلال اعتقد في النص الاولاني من 2019 ممكن نبتدي نشوف الكلام ده ينزل. بالاضافه الى في بعض المؤشرات الجديده اللي يمكن البورصه المصريه هتعلن عنها قريب، هتساعد مديرين الاصول في ان هم يعملوا شويه منتجات جديده. انما لو جينا بصينا على الموضوع بصوره اكبر من كده، الحقيقه احنا محتاجين نسوق للاستثمارات الاجنبيه بشكل مختلف. واضح ان الطريقه اللي احنا متبعينها مش جايبه نتيجه كبيره، يعني والا ما كناش نشوف ان كل حتى الرقم اللي احنا وصلنا له هو رقم احنا شايفينه معقول 8 مليار مثلا ولا حاجه زي كده، الا ان هو 85% منه في قطاع واحد اللي هو قطاع البترول والطاقه، واللي هو جت كده كده عشان عندنا ايني وعشان عندنا اكتشافات وعشان حاجات كتير قوي. انما احنا عايزين نشوف استثمارات باحجام اكبر من كده وفي قطاعات مختلفه تكون متعدده ومتنوعه عن كده كتير. للاسف واضح ان احنا ما نجحناش في كده لغايه دلوقتي، يمكن ناجحين قوي في قصه التمويل والفاينانسنج اللي بيجي لنا من المؤسسات الدوليه ومن البنوك التنمويه بشكل كبير جدا، انما للاسف ما وصلناش لنفس المستوى ده في الاستثمارات خالص. فواضح ان هنا كده في مشكله، هل هي مشكله هيكليه، هل هي مشكله في التارجتد اودينس اللي احنا بنروح نكلمهم، هل احنا ناقصنا التركيز على ايه هي الحاجه اللي احنا محتاجين نسوق لها وفين هنعملها ومنين هنجيب المستثمر الاجنبي ده. اعتقد دي محتاجه، اعتقد دي تقع على عاتق الدوله او على عاتق الحكومه المصريه، ان هي لازم تفكر في اعاده تسويق مصر استثماريا بشكل مختلف وبشكل يجيب لنا فعلا استثمارات اجنبيه، اللي للاسف انا شايف ان هي عندنا يمكن عندنا نقص كبير جدا فيها. وفي نفس الوقت هي الفرصه ان احنا، لان احنا وضعنا على مستوى الاكسترنال بوزيشن بتاعنا قوي جدا واحنا لسه ما دخلناش اف دي ايز، ما بالك بقى لو ابتدى الاف دي ايز. فيمكن هي دي في نفس الوقت زي ما هو العيب زي ما هو الاوبورتيونيتي اللي موجود في المستقبل. اعتقد ان مصر ممكن ان هي تخلق ستوري حوالين نفسها بعيدا عن الاهتزازات اللي موجوده في الاسواق، في الاسواق الناشئه ممكن يبقى لينا اور اون ستوري اللي مبنيه على القيمه الحقيقيه الموجوده في الاقتصاد المصري. يعني احنا لو بنتكلم ان طول عمر الناس بتسوق مصر على اساس ان هي الديموغرافيكس بتاعتها وان احنا عندنا 100 مليون 60-70% منهم تحت سن ال 30، طيب يبقى هات الاستثمارات اللي تخدم على ده، اللي تستفيد من ده بجد. فانا اعتقد ان وضع تصور جديد للخريطة الاستثمارية في مصر وطرق تسويق تكون مبتكرة عن اللي احنا اوريدي بنعمله، لان واضح ان هو ما جابش نتيجة، اعتقد ده المفروض يكون على قائمة اولويات الدولة او الحكومة المصرية. ما نطلبه بالنسبة للجهات من الجهات الحكومية خلال العام القادم هو مراعاة ان القرارات اللي يتم اتخاذها ان يوضع سوق المال وحركة المساهمين في الاعتبار وفي الحسبان. مؤخرا طبعا احنا شاهدنا كلنا قرار فرض ضرائب على ادوات العائد الثابت واذون الخزانه المطروحه من قبل او المتداوله عند البنوك، فبالتالي اثرت على القطاع المصرفي بالكامل وعلى اسهم القطاع بالكامل. فاحنا كمديرين صناديق ومحافظ متخصصين احنا فوجئنا بهذا القرار، فبالتالي اثر على التقييمات بتاعه الشركات البنوك، فبالتالي بنعيد النظر مره اخرى. ولكن هو عمل ايه؟ هو عمل حاله من حالات عدم الاستقرار اللي احنا بنقوله ان يراعى في اتخاذ القرار ان هذا القرار ما يسببش احباط اكتر من اللي هو موجود عند المستثمرين، لان انا كل ما بزود الاحباط بالقرارات كل ما بيكون عندي مشكله. نامل ان هذه القرارات كمان يتم دراستها والتشاور فيها مع صناع القرار، وبنقصد هنا بصناع القرار هم صناع الاستثمار، الناس المسؤولة عن إدارات الأموال داخل مصر، لأن التأثير السلبي هو للأسف مش بيجي على فرد أو اتنين، ده بيجي في المقام الأول على استثمارات الدولة نفسها ممثلة في هيئاتها من هيئة اجتماعات إلى بريد أو بنك الاستثمار القومي أو غيره، أو البنوك العامة أو حتى البنوك الخاصة في محافظها، كل ده بيجي عليها تأثير سلبي. فلما بيجي نشوف الانخفاض في قيم رؤوس الأموال وقيم المحافظ دي بيكون اكتر بكتير قوي من اللي الدولة جانته
من وراء القرار. ف إذا ما تمت المشاورة والتنسيق المسبق أعتقد ده هيكون مفيد، وده اللي احنا بنطلبه وأكتر من الجهات الحكومية. رقم واحد مزيد من إصلاح الضريب. أعتقد نعم، يجي نبص في المؤشرات اللي بيتخرجها البنك الدولي أو بيظهرها البنك الدولي، بنلاقي ترتيب مصر في تعامل الشركات مع الضرائب ترتيبها متأخر جدا 159. ده طبعا احنا محتاجين مزيد من الإصلاح الضريبي وتعامل الشركات مع الضرائب، ومش محتاجين ضرائب جديدة، احنا عاوزين سياسة واضحة للضرائب يتم الإعلان عنها بشكل واضح، وما يبقاش فيه مفاجآت للماركت بشكل مستمر بضرائب جديدة. دي رقم واحد. رقم اتنين، محتاجين حل المشكلات مع المستثمرين، وخاصة الشركات اللي تم طرحها قبل كده في مشاكل على عمر افندي مثلا، شركة النيل لحليج الأقطان. فاحنا لو بنتكلم على برنامج للخصخصة لازم نحل مشاكل المستثمرين في الأول، فده ده المطلب التاني اللي احنا بنطلبه. رقم تلاتة، احنا محتاجين في سوق المال ثلاث حاجات. رقم واحد، النظر إعادة النظر في ضريبة الدمغة النسبية. رقم اتنين، إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ليس مش في حاجة ليها. رقم تلاتة، زمان أول ما تعملت يعني لما رجعنا لنشط البورصة المصرية كان في حاجة ميزة مهمة جدا بتاخدها أي شركة عاوزة تعمل قيد، المزايا والإعفاءات الضريبية. الكلام ده اتلغى. احنا لو بنتكلم عاوزين برنامج طروحات وعاوزين قطاع خاص ونزود عمق السوق، فاحنا لازم نرجع اعفاءات ضريبيه للشركات المقيده في البورصه. رقم ثلاثة، محتاجين مؤشر يعبر تعبيرا جيدا على اداء السوق المصري. شكرا.